لا معلش يا حبيبتي، الرقص ده من اهم عوامل التقدم الحضاري عند الشعوب الراقيه. مفيش بلد في العالم بيحرم الرقص. ما تقومي ترقصي يا سلمى. لا سيبك منها، دي اصلها لسه عايشه في العصر الحجري. طب عشان خاطري، طب علشان خاطر سالم بيه. ايوه عشان خاطري. أظن لوحة زي دي لازم تتعلق في معرض عالمي. ده أنا هحطها جوه قلبي ومحدش هيلمسها غيري. عشان تعرف إنك أغلى عندي من العالم كله. مفيش هنا غيري انا. وانت مغمضة عينيك وبترقصي نسيت الدنيا بحالها. وهما مشوا ليه؟ شنطتي فين؟ في الحفظ والصون. ها؟ بس تعالي تعالي نتفاهم في اوضه النوم. عاوز مني ايه؟ انا عطشان عطشان، عاوز اشرب. ابعد عني، هقول لشفيق. ما هو 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 اللي معطشني بقالي شهرين بحالهم. من اول ما شفتك في عيد ميلاد لولا هو يقول لي بكره وبعده، لما اعمل لها الرتوش، لما اركب لها البرواز. انت كذاب كذاب. ها الأنسة حامل. ايه؟ في شهرين. هو مستني ايه؟ الأنسة مش موافقة تعمل العملية. انت مجنونة، هتشتغلي ازاي وانت كده؟ ده ابني محدش ياخده مني، ماليش حد في الدنيا، خليه معايا. عملت ايدك انت واقف تتفرج عليها، ما تشوف شغلك. لا لا ما تسمعش كلامه. ابوس ايدك، ده ابني عاوزاه يعيش، عاوزاه يعيش. يعيش ليه؟ هطردك انت وهو، وشيليه على كتفك. وش حد ايه سارة، ما عجبتكيش ولا ايه؟ يا سافل يا ندل يا جبان. سيبها سيبها.
وعامله نفسك شريفه بنت ناس. استني ايه؟ اديها حاجة تهديها. وكل ما تتنرفز هديها لغاية ما تتعود على الهدوء التام، فاهم؟ الهدوء التام. يظهر انك مرتاحة قوي عند بابا، لاني بقالي 3 ايام ما سمعت صوتك. لا 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 يا سلمى، انت نسيتي ماما خالص. غصب عني يا ماما، اعمل ايه؟ مسك فيا ومش عايز يسيبني. هحاول اجيلكوا بكره. اما اشوف. مع السلامه يا ماما. الو. ايوه يا بابا، ازاي؟ الله يسلمك. هعمل ايه؟ ماما مسكت فيا ومرضتش تسيبني ابدا. هحاول اجيلك بكره. اما اشوف. مع السلامه يا بابا. ولامتى يا سلمى؟ لامتى؟ هعمل ايه؟ كل واحد في سكته. وانا بينهم. ان ما كنتش اسال عليهم ما حدش يسال عليا. عارفه ساعات بفكر ما اسالش عنهم ولا اروح لهمش ابدا. لا يا سلمى، دول اهلنا، من غيرهم نبقى ضايعين غرقانين. يوم ما نحتاج لهم حلاقيهم. انا اهلي راحوا مني غصب عني. في يوم وليله لقيت نفسي لوحدي، البيوت مهدوده والناس ما همش موجوده. ابويا وامي اخواتي وقرايبي صحابي كلهم ضاعوا. مفيش حد غير الموت. الموت، الدنيا كلها ماتت. فضلت انا لوحدي لغايه ما قابلوني وفهموني دنيتهم، دنيه المزيكا اللي بتصرخ والجنيه المتزوق والكاس المسموم، وباعوا واشتروا فيا. ولما حسيت بشيء بيتحرك، شيء بيهمس بين ضلوعي، بيتكلم بيقول لي انا ابنك، عاوزين ياخدوه مني، عاوزين يحرموني منه. سجن محبوسه فيه، ايديا ورجليا متكتفين بسلاسل من ذهب. حقن الدكتور باخدها بمواعيد، ولو فات دقيقه على ميعادها اتجنن وهلوس. هي اللي بتريحني، بتخليني كاني طايره بين السحاب، مبسوطه وفي منتهى الانتعاش. والفلوس بقت في ايدي ملهاش حساب كتير. عاوزة 100، 200، المبلغ اللي يجي على بالي. اخد عربيتي واروح اجيبه في الحال، كأني لابسة في صباعي خاتم سليمان.
كنت بكرهه، بخاف من نظرته، من لمسة ايديه، من ضحكته، واشوف دخان سيجارته كأنه تعبان طالع من بقه. طبعا ده نزيف شديد. وجاي تقولي انا ليه؟ ما تتصرف. لازم عمليه نقل دم سريعه. طب ما توديها المستشفى ولا شوف لها دكتور معرفتك. دكتور معرفتي؟ خلاص من زمان ما فيش دكاتره عايزين يعرفوني. فوق يا دكتور فوق! ما كلنا بنشرب. هي فين دلوقتي؟ في العياده. تعالى معايا.